وسام بنتساش، مش يعني عشان انه ابني، بس شخصية مميز، وكان وكأم أنا كمان مش بنساهوش، لأنه كان بكري وكان كل حياتي كتير كنت متعلقة فيه، وكان حتى لأخوته لكل العيلة وحتى والجيران كل كتير، وأصحابه يعني بني آدم بعرفش يمكن ربنا اختاره عشانه كان غير شكل، عن فيه أشياء مميزة والحمد لله. كمان بقول لك حتى يعني كمان كان عندنا قبل كم من شهر أخو صغير تجوز، بس كانت فرحتنا مكسورة، كنت أتمنى أجوزه، أولاده كان إسه يعني أولاده صار كبار وشباب، ويعني أخو تجوز يا أولاده يعني صار بعمر الجيل يعني إنه صار بجامعات، لما بتطلع عليهم بتحسر إنه كان وسام لو إنه عنده أولاد كان كمان صار هيك، صار بده يجوز لهم حتى وحوالي. أكل حم كل الحمد لله، وإن شاء الله الله حقق لنا إنه ينتقم منهن على القليلة، برد نارنا، لأنه كل سنة برضه بفتح الجرع حتى ومفتوح بتسكر، بس إنه كل سنة بنتأمل إنه يصير إشي ربنا، وإن شاء الله ينتقم لنا منهن على القليل، إنه فيش غلنا كيف قتل دم بارد، ولليوم ولا حدا قادر يعملهن إشي، وبعد المستمرين بالقتل يعني هذا اللي بصير قاعد، مش هوين هاي الشباب اللي بتتقصف 17 و20، حتى الطفل هذا اللي كمان قتلوا هذيك اليوم، هاد وين ملوش أهل؟ ليش هن أقل إشي واحد بس يطعنوا بموتش ولا بسيبوا إشي بقيموا القيامة، إحنا ليش دمنا هالقد رخيص؟ ليش؟ ليش يعني؟ وين الدنيا الدول وينها؟ وين الناس تشوف إنه شو بيعملوا فينا؟ وإن شاء الله الله يحقق لنا الأمانة، وإن شاء الله إن شاء الله ينتقم لنا، إذا مش عايشين إحنا نسمع يجي يقولوا لنا حتى بكبورنا يقولوا لنا إنه اللي كنتوا تتمنوا تحقق، إنه ربنا يرجع لنا حقنا منهن إن شاء الله. 22 سنة رقم كتير كبير، بس احنا بالنسبة لنا هو كأنه مبارح، احنا بنحيي الذكرى وملتزمين في انه نخليه حي بناتنا، بانه احنا بنتناقل كل الوقت الاحداث اللي صارت في هداك اليوم، ودائما انا ببحث عن التفاصيل اللي انا ما كنتش فيها لما كان الاشتباك هنا، فاقول لك انه احنا ملتزمين في انه كل يوم هو كانه نفس نهار ذكرى. التزام كل القيادات والاحزاب معنا في انهم ياكدوا على استمرار الذكرى، هذا كمان شيء كثير بقوينا وبعزينا، يعني كثير اشياء تفاصيل يعني فيش كلام يوصف اللي ممكن انا اقول لك شو حاسه ولا شو 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 ممكن يعبر عن ألمنا وحزننا وحزن امي اللي هي اكثر وحده ألمها ولا حدا منا ألمها زيها. لذلك هم غير قادرين على تهجيرنا، لكن هم يحاولون تفتيتنا من الداخل، تغريبنا عن انتمائنا، ان لا نكون جزء من الانتماء الوطني الفلسطيني، ان لا نكون جزء من قضيه روايه وقضيه وطن وقضيه تاريخ وقضيه جغرافيا ومسميات مكان، وان لنا حقوق قوميه وراح نصل قانون القوميه اليهوديه من اجل ان ينفوا اي امكانيه لوجود حياه اخرى غير حياه اليهوديه.